السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأسماء والأعمار الحقيقية لأشهر فنانين الزمن الجميل والمشاهير العرب. الفنان ميشيل إيميل كفوري، اسم الشهرة وائل كفوري، تاريخ الميلاد 14 سبتمبر 1974، العمر 48 سنة، محل الميلاد زحلة في لبنان. المطرب أسامة محمد الأبرص، اسم الشهرة سامو زين، تاريخ الميلاد 10 نوفمبر 1979، العمر 43 سنة، محل الميلاد الكويت. المطرب محمد مزيان الحلاني، اسم الشهرة عاصي الحلاني، تاريخ الميلاد 28 نوفمبر 1970، العمر 52 سنة، محل الميلاد بعلبك بلبنان. الفنان عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب، اسم الشهرة عمرو دياب، تاريخ الميلاد 11 أكتوبر 1961، العمر 61 سنة، محل الميلاد بورسعيد. المطرب كاظم جبار إبراهيم السمراي، اسم الشهرة كاظم الساهر، تاريخ الميلاد 12 سبتمبر 1957، العمر 65 سنة، محل الميلاد الموصل بالعراق. المطرب وليد توتنجي، اسم الشهرة وليد توفيق، تاريخ الميلاد 8 إبريل 1954، العمر 68 سنة، محل الميلاد طرابلس بلبنان. الفنانة مايا حسام الأسمر، اسم الشهرة مايا نصري، تاريخ الميلاد 14 أغسطس 1976، العمر 46 سنة، محل الميلاد قضاء عكار بلبنان. الفنانة حنان حسن محمد عبد الكريم، اسم الشهرة حنان ترك، تاريخ الميلاد 7 مارس 1975، العمر 47 سنة، محل الميلاد القاهرة. الفنانة بولا محمد مصطفى شفيق، اسم الشهرة نادية لطفي، تاريخ الميلاد 3 يناير 1937، العمر 83 سنة، محل الميلاد القاهرة. الفنانة أمينة مصطفى جمال، اسم الشهرة ميمي جمال، تاريخ الميلاد 21 يونيو 1941، العمر 81 سنة، محل الميلاد القاهرة. نشكركم على حسن المتابعة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان دايما يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.